الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنت عازم في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة واضحة جلية، كنت عازم على أن أتحدث شيئا يسيرا عن هذا الواقع المر الذي نحياه، ثم أعرج على ما ابتدأناه من إصلاح نفوسنا، لأنني أدين الله عز وجل أن هذا هو الدرع الواقية من كل فتنة. ثم داهمني بعض إخواننا بسؤال، ولعل الآخر يردفني الآن به أيضا، مما يشي بضعف نفوس إخواننا للغاية، وما كنت أحسب ذلك في الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مفرطين. اتصل الأخ ودلف سريعا إلى هذه العبارة: أنا مخزي يا شيخ، وحطت وشي في الأرض وفي غاية الضعف لدرجة أني أنا مش قادر حتى أتنفس أو كلمة نحوها. فقلت بدري يا إخوة، بدري قوي، لم يكن هذا هو الذي نظنه الآن فيكم، وأنتم خيار من خيار، وأنتم درع الأمم الواقية، وأنتم الكتائب المقدمة وعليكم المعول. بدري، ما عالجت فتنا كما يعالج جيرانك، ما عالجت من الفتن شيئا، ثم نراك الآن تقول ضعفت وأنا مخزي وماشي حاطط وشي في الأرض ليه؟ هم لا سواء. الذي أحزنني أنني وجدت أن الإخوة لا رؤية لهم، لا ثوابت عندهم، وقد تكلمت في مرة سابقة على هذه الأعواد عن المنهج والثبات، لكن ربما لا يدون مثل هذا الكلام، أو لا يستطيع المرء أن يعياه أو يهضمه. ينبغي أن يكون عندك ثوابت يا أخي العامة، أصحاب القضايا الفرعية لا الدينية. يقول عندي ثوابت، هناك قوم عندهم ثوابت في الأكل والشرب. يقول أنا منذ 30 عاما أكل بعد العصر، ما عنديش وقت غدا غير ده. فينبغي أن يكون عندنا ثوابت في عقيدات في رؤانا، كما أن عندنا ثوابت في عقيداتنا. لازم يكون لك رؤية، أنت مميز. ما أراد الله عز وجل أن يخلطك حتى بمن تشبه بك من المنافقين، ما أراد أن يخلطك به، بل أحدث الفتن بقدره سبحانه وبحمده حتى يجعل فسطتين لا ثالث لهما وتظهر الوجوه على حقيقتها. أتستهينون بهذه الفائدة؟ تستهينون بها؟ أن تعرف الخبيث من الطيب؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حشود وأناس ووجوه وشخوص وخيالات وأشكال وادعاءات.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الآن قصر بصرك وضعفت همتك، فكيف بك غدا إذا كان القصف فوق رأسك؟ ولقد ذكر علماؤنا وذكر الدعاة وبحت أصواتهم أن حدود طمع هؤلاء لا تقف عند هذا القطاع المظلوم فقط، لا تقف عند هذا فقط. وأنتم تعلمون ما يقولون ويدعونه من دولة إسرائيل الكبرى من الليل إلى الفرات. فرقبتك الآن على المحك، يحتزونها إن استطاعوا، وهم أولي بأس شديد وغير آدميين. وهذا كلام المعاد. أنا أعجب لما تكلم، وليس هذا بكلام أخ واحد، بل الكل بنبرة واحدة وصوت واحد، لكن على اختلاف طرائقهم وصف كلامهم وجملهم، مع أن هذا الكلام قد لاكه العلماء كثيرا ودونوه في كتبهم كثيرا وذكروه على منابرهم كثيرا، مما يثير العجب. ضعفت القوى الآن لأنه ليس عندنا ثوابت. ينبغي أن يكون لك في المواقف رؤى ثابتة. كيف يكون لك رؤية ثابتة؟ أن تنبثق من الشريعة. الذي حملته لأقوله لكم اليوم أننا لسنا من أهل السياسة ولا ننظر من روزنة السياسة والسياسيين، إنما نحن قوم طلاب علم ننظر للأمور بالشريعة. إذا جاءت الأدلة أن تكظم غيظك وأبوك يقطع فاكظم. وما ترك الله عز وجل قوما منا في ناحية إلا وخصهم بعمل، لتتضح الرؤية، لتعمل في على كل منحة، لا ترجع إلى الوراء قط. أما قضية هؤلاء فلا تنظر آخر، لعلنا نلتقي به إن شاء الله عز وجل في ساعة الجمعة. لكن الآن ما يهمني الآن هؤلاء الذين هم بعيد جدا، بعيدا تبعيد عن خط الأحمر بمسافة، ومشيت منكس الرأس. إذا لا يصبر والله عندما يحمر القتال إلا فئة يسيرة. إذا لا عجب والله أن يخرج طالوت بثمانين ألفا فيصبر معه 300، لا عجب. هذا نراه الآن بقى واضحا جليا. ومن الإخوة هذا عيب، لقد حملت اليوم لك كليمات عن الثبات. ما أقصد به الثبات خصيصا، إنما أقصد به الثبات عموما، أعني الثبات في المواقف، أن تكون رجل موقف. الآن الناس في غاية الاضطراب، والسؤال العجيب العجيب الذي يدلك على أننا ما نظرنا إلى هذه الحقبة وإلى هذا الحال قط، أن يقول لك الأخ ماذا أصنع ماذا تصنع، وهي قضية الأمس فقط. هذه 50 عاما وأنتم ترون أياما وتنظرون بعيني رؤوسكم أيتاما، ولا تحركون مع ذلك لهذا إبهاما. ده 50 عاما، ده قضية زمن عمر. الآن بتسأل ماذا أصنع، دل ذلك على أن الأمر لم يكن في عنقه. لكن هذا الأعمى الذي خصه الله عز وجل ببضع 10 آية في كتاب الله عز وجل، عبد الله بن أم مكتوم، وعاتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان يبيت ولا يصحو إلا على تعبئة فكرية. يفكر الرجل كيف يصنع. يا أخي موضع الحجر الآن، موضع الحجر الآن، هل تدري كيف وضع عمر الحجر بعد أن جاء السيل؟ جاء السيل فجرف الحجر من مقبعه، فقام عمر